ديال المنتخب المغربي بريس للمره الاخرى مع احد المتضررات الفراشات هنا في خبزات، اتحكي لنا شنو واقع؟ انا مده 27 ولا 28 وانا هنايا، هذا ولدتو هنايا، جوجتو ما خليت جوجتو، كبرت ولادي هنا، انا كنخدم هنا شحال من عام، جا اللي جا من الرباط اي واحد جا ما حيدوناش، مين جاو هنا حيدونا، قالنا على عدوى كورونا من حيد من 3 شهور حنا ما جيناش، من جينا دابا ما بغاو يحيدونا بغاو يرفضونا، انا ما غدي ما نعش يا ما باطا، ما عندي ما ناكل ما عندي ما نشرب، واك عباد الله سيدنا شوف من حالنا، راه الدواء راه المخزن راه معدي علينا، راه مقرفص علينا، راه ما عندنا ما ناكلو ما عندنا ما نشربو، واك عباد الله واك عباد الله وسيدنا، هاد الناس اللي مالي الحوانت راه حتى واحد ما كاينش معاك، حنا اللي كنتبعوك كيما مشيتي تابعنك، عاش الملك عاش الملك، الله يشافيك الله يعافيك، وهذا الشيء راه معدي علينا مقرفص علينا. مشاهدي المغربية بريس، حنا كنتواجدوا في الخبازات نشوفوا المشاكل اللي كيعانيو منها الناس ديال الفراشة، تكلم اخويا شنو كاين؟ اسم ديالي توام عادل، تنقطن في مدينة القنيطرة في زنقة الخبازة، حنا كنا تنطلبوا من السلطات شحال هادي الحلول ديال المولين التجار اللي كانوا طاغين علينا، اللي كانوا مخرجين اكثر من الحدود، منين دابا جات هاد منين جات دابا هاد الحالة ديال كورونا هاد الحجر الصحي التزمنا معاهم ما خرجناش، من نهار قالوا لنا حبسوا ما خرجناش، من نهار قالوا لنا حبسوا ما خرجناش، قالوا لنا سالي الحجر مرحبا بكم، دابا رمضان كامل ما بعنا ما شرينا، الزناقي كامل تيبيع ويشري، وقلنا بسم الله جات خدينا، انا بالنسبه لي انا ما خديتش بالدعم خديته بمسائل قانونيه، انا في الراشه عطوني على حساب في الراشه وعندي وليد ومجوج، وكاين الناس اللي هنا اللي ما خداوش الدعم ديالهم، والناس اللي ما خداوش الدعم ديالهم هما اللي وصلت بهم العظم بزاف وخرجوا يهضروا. دابا شنو كطالب؟ شنو كنطالبوا؟ كنطالبوا حنايا باش يخلونا نرجعوا نرجعوا نفرشوا بما يديروا معنا الحل، يخليونا نفرشوا بما يديروا معنا الحل. السلطات البارح كنا دايرين هنا مظاهره، ما كانوش مسوقين لنا، تيضحكوا علينا من اللور، لا القايد لا القايدة تيفرشوا تيضحكوا علينا، اليوم منين جينا باش غنفرشوا كما مفرشين الناس الاخرين، قال لك لا ما تفرشوش. ياك عطاتهم واحد الوقت محدد، ما عطاونا لا وحده لا وحده، حنا ما داروا معنا حتى حلول، حنا قالوا لنا نحيدوكم. بالنسبه للحوانت بالنسبه للحوانت الحوانت حتى الليل البارح سالاو حتى الليل البارح حتى 10 عاد سدوا الحوانت، بالنسبه لنا حنايا تدمصنا. شنو هي الرساله ديالك شنو كتطلب؟ الرسالة ديالي ديال أننا حنا ولاد الشعب، وحنا هما الطبقة الكادحة اللي ما عندهاش، اللي هما باغيننا نمشيو نسرقوا باش نمشيو للعصر، حنا راه ما غنسرقوش، حنا راه حقنا غناخدوه، كما ما خديناش حقنا من التضامن، راه غناخدو حقنا حنايا في هاد الأرض هادي، وإما يديونا للحبس، يساليو معانا. هادشي اللي تنطالبو حنا من الله يخلي لنا سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا. عاش الملك عاش الملك.